خير يا عمو. بس الجمهور تقبل. شو هاد يا عمو؟ عطتني عن خالتي ام عثمان، عطتني هالملبسات كمان. كان في خلق كتير بالمولد يا عمو؟ كان في ناس مهبة ودب، وكان بين مدعوين وزراء ورجالات الحكومة. ايه، والاهم من هيك انه كان بين المدعوين العقيد اللي ملاحق شغلة اخي شبلي، واخدني الباشا لعنده وقال له هاد اخوه لشبلي. ايه، وقال لي العقيد ان شاء الله ما بتلاقوا غير شبلي فايت عليكم. انت ماك لبواب السماء يا ابني يا احمد. الهي الهي وسيدي وجاهي، ما موت الا وشوف شبلي راجع لي بالسلامة. افرح فيك وفيها تؤمر قلبي يا حق. شرفي يا خانم شرفي. انه يا رجال، كل الوزراء ورجالات الحكومه واعضاء البرلمانيه وهالمعارف وجناب الباشا، ما حسن يخلص عثمان من هالورطه اللي واقع فيها. المهم نفذوا من حبل المشنقه، وهي نعمه من رب العالمين. الحمد لله يا رجال ما اختلفنا، بس كمان انا حزت بنفسي اليوم لما عرفت انه كل الدوله كانت موجوده بالموله. سنه سنتين اكثر واقل بشوي، المهم يطلع بخير وسلامه. قولي على قلبي عليه قديش بده يكون حاسس بنفسه واخذ على خاطره انه نحن اليوم ما عم نزوره. يا ستي قاعد مبسوط ومو صاير عليه شيء، المصاري والاغراض عم يصلوه على دور بارا، بس المهم تهدى الامور شوي وبعدين حنرجع نزوره. يا رب. الايام اللي جايه كثير كثير خطره يا نوزات، واذا ما تحركنا بسرعه راح تروح علينا ثلاثتنا. تروح علينا؟ شلون إيفاندي ما فيروز؟ شو شلون يا نوزات؟ إذا كرمال حبل تمر حنة عمل الباشا العمايل وبلش بالعزايم، وزراء وأعضاء برلمان ورجال سياسة ورجال حكومة، كيف بكرة بس تولد وتجيب له صابة شو رح يعمل؟ شو رح يساوي يعني؟ ساعتها حياتي ثلاثتنا رح نصير عرف. عرف؟ نحن مش نفهم إيفاندي ما فيروز عرف؟ لازم تفهمي يا بديعة انه بس تولد تمر حنة خلاص راحت علينا ثلاثتنا. بصراحة كل الأملاك وكل الممتلكات وكل الرزقة كل شيء رح يروح لتمر حنة وابن تمر حنة. هلأ فهمت ليه ما عم نام بالليل وبضل قلقانة؟ شو بدك تقولين انت؟ معقولة يبا؟ وليه مش معقول يعني؟ مادام من وقت اللي أخدها الله ياخدها ما عدنا شفناه. انه مش معقول يعني هلأ تقلبوا علينا وتقنعوا انه يسجل كل شيء باسم البيبي؟ شنو العمل الحين؟ لازم نلاقي طريقة نضمن فيها حقوقنا 100%، وقبل ما تولد تمر حنة ريتها ما ولدت. هي بس شلون؟ ما بعرف، لازم نفكر، لازم نلاقي طريقة، مش معقول نكمل هيك. شبلي اروح اروح شوف فوكين وحده وجاي يحوس عليك. مين؟ هاره هو الرئيس سنة فيك. انا درك راني مشغول عندي خدمه. روح شوف روح روح. يلا يلا على سلامتك. الله يسلمك. راني متأكد باللي ما زلت أتذكر أنه كان عندنا موعد الأسبوع اللي فات، لكن الله غالب كانوا عندي شغالات بزاف وهذا وين تحررت. موعد الأسبوع اللي فات بيني وبينك؟ في الحقيقة بنتي هي اللي كلمتني عليك وقالت لي باللي جيت من الشام من سوريا وراك تبحث على عمل. أيوة أيوة، بنتك اللي أنا قابلتها بالقهوة اللي كان اسمها نصيرة. نصيرة نصيرة، مزبوط مزبوط. على فكرة بنت بتطير العقل.
شنو هذه؟ كشمشت فيها ولا؟ لا لا لا، مو قصدي، يعني قصدي انه بنت قويه واخت رجال. كما قلت لك انا باباها، وهي اللي كلمتني عليك، نقصد على الخدمه. شوف، نروح معايا نروحوا نشربوا قهوه نرتاحوا ونحكيوا مليح. طيب جاي معك، بس ثواني لألبس برجلي. روح تفضل. سيبوا على هو الراجل يريحوا تقهوة، وهنا وكاين لاتاي وكاين كلش منعنع هو. يا سي سعيد روح معي. روح خليك. تفضل شرب. لا والله ما بيصير، تفضل. صح وليد. شكرا. شوف، قبل ما نتكلموا على الخدمة، ماذا بيا نسألك شوية أسئلة خاصة، ما هيش خاصة بزاف بالصح، ماذا بيا نعرف إجابتها. تفضل يا بو علام. هنا الكل ينادوا لي بو علام الخياط. الخياط؟ ليش أنت خياط؟ أنا وأنا كمان خياط، كنت بسوي حتى خياط بزماناتي بدلة ل عفواً عمي بو علام، كنت حضرتك عم تحكي. تفضل. قبل كل شيء تقول لي وش هو السبب نتاعك اللي جيت هنا للجزائر؟ جيت للجزائر قصتها طويلة كتير، إن شاء الله بيجي يوم بحكي لك إياها بالتفاصيل. بس أهم شيء فيها أني أنا حابب شارك بالثورة الجزائرية ضد الفرنساوية. أنا ورفقاتي اللي من جيلي بالشام ياما عملنا مظاهرات وهتفنا للجزائر ولجميلة بوحرين، وكان حلمنا إنه نطلع على الجزائر ونحارب كتف بكتف مع أخواننا الجزائريين، وما نكل وما نمل حتى نطرد الفرنساوية ونرفع علم الجزائر بالعالي. وهي شغلة مو بعيدة وقريبة كتير بإذن الله. إن شاء الله يا وليدي، إن شاء الله. نزيد نأكد لك بلي هذا النهار مش راح يطول، وهذا بفضل إخواننا اللي في الجبال، وبفضل مساندة الدول العربية ومن بينهم سوريا وقوفها جنبنا وتنديدها بالاستعمار الفرنسي والغاشم. كان إلي حلم تاني كمان، هو بالحقيقة مو حلمي لوحدي، حلمي أنا وتمر حنة. تمر حنة؟ وشكون تمر حنة هذه؟ تمر حنة هاي هي القصة اللي قلت لك إن شاء الله بيوم من الأيام بحكي لك إياها. على راحتك يا ولدي، على راحتك. كان حلمي أنا وتمر حنة إنه نطلع على الجزائر ونحارب كتف بكتف مع جميلة بوحرين، حتى إنه تمر حنة طلبت مني خيط لها بدلة. بس بعد اللي صار بيني وبينها سافرت بسرعة وما قدرني رب العالمين إني خيط لها إياها. بس بإذن الله أنا ناوي خيط لها أحلى بدلة وأقدم لها إياها بإيدي. الشي اللي لازم تعرفه يا وليدي أن جميلة بوحيرة ما زالت في السجن، وربي يعلم، ربي يعلم مش حرا يتقاسم بعدين في هذا اللحظة. وأمثال جميلة بوحيرة كثيرات في الجزائر، وكل واحدة على حساب ظروفها وإمكانياتها، وحتى اللي ما شاركتش في القتال لها ابن، لها أخ، لها الزوج راهي متسطر عليه أو تبكي عليه. وإذا عدنا الموضوع جميلة أبو حيرة باش تلاقاها، ما ظنيش تقدر تلاقاها يا وليدي، ولا حتى علينا احنا الجزائريين اللي أخوانها في الجهاد. مسكينة تحملت ما لا يستطيع أي بشر تحمله بسهولة. بس نأكد اللي في هذه اللحظة اللي رانا نتكلموا فيها عليها راهي تتألم صابرة تحت التعذيب. يبقى أنا نديره يا وليدي أننا ندعو لها، ندعو لها به تتحل عقدتها، وهذا ما كان. آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. على الحج هالسنة؟ بس أنت حامل يا تمر حني. لا 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 لا، ما بصير. لازم نتأكد بالأول أنه ما بصير خطورة على الجنين وعليك أنت بالتحديد. على رأسي، أنت طلباتك أوامر، إذا تأكدنا أنه كل شيء بيمشي على ما يرام ما عندي أي مانع. منحكي بالموضوع، منحكي. الله معك، برجع بحكي معك بعد شوي. مع السلامة. قلت لي أنت خياط؟ معلوم، أنا خياط معلم بسوريا، والحمد لله، يعني الخياطة مصلحة بإيدنا أباً عن جد.
وش رايك لو كنت جيت تخدم عندي في المحل؟ اشتغل عندك بالمحل؟ أنا عمي أنا بكون ممنونك عمي بوهلا، لأني أنا فعلا بحاجة لمصلحة كمان أترزق منها. إما اعتبر من اليوم محلي هو المحل بتاعك. الله يديمك ويخليك، والله يقدرني يرد لك هالمعروف يا عمي بوهلا. الله يسلمك. عمي بوهلا اسمح لي، عمي محمد محتاجك. آه صح. اسمح لي وليدي. تفضل خذ راحتك. وشلون جماعة؟ بخير الله يسلمك. وش كاين وش وقع؟ السيد اللي راهو معاك قصد العربي تعرفه؟ ايه نعرفه على كاش، ما شفت فيه ولا؟ لا 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 ما شفت ولا، حبيت برك نتأكد. راهو موالي في جهنا، خاطر الظاهر اللي ما كاش معه الكارد أنت تضمن فيه، باش خاطر أخرى لما يجوا العسكر نعرفوا كيف نتصرفوا. راه على ضمانتي، أنت على بالك واش دير؟ هكذا أحسن سيبو على كي عرفت أحسن، على بالي كيف نديرو. وش حال كان غايزني كل خطر يسلك من الشر. معليش راه معنا وانت يقوم بالوجب ياك. اذا اتفقنا يا وليدي يلا معايا نوريك المحل. تفضل. يلا تفضل شباب. يا نادي هاوي شو راهم سجلوهم على حسابي. روحوا بارك صحتكم. دايما السلام عليكم. تفضل يا باشا تفضل. يا الله زحمة الشغل والركض ورا الحياة والدنيا سهولي جل الذي لا يسهو. بس هيك مطلب يا باشا ما بينقصه، ثواب وأجر، والأجر على الله والحمد لله. مشكلة الخلف انحلت، الله ينولك اللي ببالك، بس لازم بقى توفي بالوعد. ما بتعرف شو أيام بالعمر يا باشا. أنا هيك عم أقول. إلا كان باشا بالترتيبات من هلأ يا باشا. بس أنا خايف، خايف على أم الولد يا شيخنا. من شو خايف يا باشا؟ خايف يصير لها شي كيني، خايف يصير شي للولد اللي ببطنها بغيابي. ما بيصير إلا اللي كاتبه ربك سبحانه وتعالى. خطرت لي فكرة يا شيخنا. قول يا باشا قول. عم قول يعني بيجوز إني أخذ معي على الحج ويحبلي. بيجوز؟ ليش ما بيجوز يا باشا؟ بالعكس ثوابها بضاعف، بس بدك تسأل الداية إذا كان ما بيأثر على الجنين. تفضل تفضل يا سيدي. عمي بو علام أنا حابب أحكي معك بموضوع، بس بتمنى ما تزعل مني. خير ان شاء الله يا وليدي. وايش ما عجبكش المحل كاش ما حاب تبدل فيه؟ لا لا المحل وناسه على عيني وراسي، بس انا يعني حابب اعرف اي نوع من الخياطه بدي خيط. وبصراحه اكثر انا حابب انه كل بدلات المجاهدين تطلع من بين ايدي. شوف يا وليدي، اول شيء اللي لازم تتعلمه في حياتك هنا في الجزائر باللي راهي مستعمره، ما لازم تتسرع في اي حاجه تقوم بها. ودير بالك، دير بالك بلي مراكش حر، كاين عيون خفية راهي تحس فيك. لازم تاخذ حذرك في كل حاجة، ولازم تمشي على هذا الطريقة في كل شي تديرو. على كل حال ما نطولش عليك، راني نشوف بلي راك ذكي وراك فاهم وش نقصد. يظهر لي بلي كاين حاجة مهمة بزاف ومازال ما تفهمناش عليها. شو هي؟ الشهرية، قصدي الأجرة، إيش حرك طالب؟ الله يسامحك يا عمي أبو علام، عدم المؤاخذة يعني أنا مالي جاي على الجزائر حتى أشتغل وطلع مصاري. أنت بتعرف شو الهدف من جيتي على الجزائر. أنا جاي هون وقف مع المجاهدين الجزائريين كتف بكتف وحارب وناضل ضد الاستعمار الفرنسي. فكل شيء أنا طالبه هالمحل اللي نام فيه وهاللقمة اللي أكله. معليش خلينا من هذا الموضوع، وما دام راك حاب تاكل لقمة صغيرة اليوم نديك للدار تتعشى معايا كسكسي. كسكسي هذا الماكلة نتاع الجزائر، ماكلة شعبية، ماكلة تاع العجايز ديالنا، والله العظيم غير ألف مرة خير من الأطباق اللي يعملوها الفرنسيس. بفهم أنك عزمني على العشاء اليوم؟ احنا يا وليدي ما نسموهاش عزومة، احنا اللي دخل قلبنا لازم يأكل ملحنا،
وإذا كلا ملحنا يرجع منا. هذه من بعد تفهمها يا وليدي. ذو كان الروح ونخليك مع الحانوت، ما فيها حتى مشكل. وشنو ما تنساش لازم تغلق على الساعة 5، وأنا على 6 نجوز لك الحمام ناخذك مع للبيت، تفهمين؟ الله يبارك فيك يا عمي بوعلام، الله يبارك فيك. صحيت الشبلي. رحمة الله عليك يا أبو شبلي. ما بعرف إيش هالأبو علام ذكرني فيه. يا أحمد يا أحمد، لحق أمك بدي شو صلى. شوفي شو صاير. ما بعرف. شوفي لك عزوز، ايش عم يكون حمودة؟ امال حمودة بدي شو صلى؟ يا لطيف يا رب. شو صاير يا جماعة؟ شو صاير؟ لا حدا يفهمني. شبها أمي شبها. طول بالك يا ابني، إن شاء الله ما علي شر. خالتي شبها أمي شبها. لا تخاف تعبرني، لا تخاف، ما على قلب شر إن شاء الله، لا تخاف. يا مو يا مو شبكي يا مو، حكي معي مشان الله، ردي علي يا مو. إذا رجع شبلي لولا كم وناي لفاي وني في أبل أي وريني. يا مو ما تحكي هيك، بدك تضلي بيناتنا ان شاء الله. بس ارجع شبلي، جوز احلى بنت بالشام كلها. ما تحكي هيك يا مو. وحده الله لك اختي، وحده الله وبلا هالكلام. اهدي وطولي بالك يا ام شبلي، ان شاء الله ما بصير لك الخير. دير بالك على حالك يا امي، وصيتي عندك احمد يا بعصمه. عمي في صبغة مؤقتة وفي صبغة دائمة، يعني شغل اكسترا. لك ابو الهوارش، في صبغة دائمة وصبغة مؤقتة؟ لك قالك روحي. شلون بقى؟ ها الشغلة مو اختراع لك روحي، الصبغة الدائمة بتروح معك لحد الممات. ايه والصبغة المؤقتة كل شهر بدك تعمل لك وش منها. لك قالك جفني. لك وديش حق هاي وديش حق هدي؟ ها بالنسبة للسؤال اللي سألتني لك روحي رح جاوب. ابو الهوا ابو الهوا. شوفي هرجع شبلي. لك انا شبلي ام شبلي عم بيقولوا هو انه مخوطرة وعم تنازع مسكينة. الله لا يوفقك على الخبرية، ما بتجيب غير اخبار سوء انت. ديكاز وفافي بيت فولكو. عليه عليه فولكو وفافي بيت وفافي ديكاز فولكو. اوه دعوة مش مليحة اليوم، على بالك مش ما صراو على حساب الحلو في هذاك اللي راح جمعهم سير. صارت حاجة بكوا يسوى صار كورسا سير الكافي بسير سير الكافي علي يمي. سي تا فوتو سا وي سير فلا شانجي هير داكور. علي ديكاش ديكاش الت وفافي Okay.
Tu es étudiant? Oui, je suis étudiant. Je suis avec mon cousin. Tu es avec ton cousin? Mon papier. Vite! Allez, dégage! Halt, vos papiers. ايه وبعدين؟ عم بيقولوا انه اجوا اخذوا احمد من الدكان مشي ساعة زمان. الله اكبر، لك ما قالوا تحسنوا وتعافت ومشي الحال؟ هذا على اساس، بس اليوم الخبرية انه تقلاني والله المسكينة. يا لطيف على الخبرية. طيب شو رأيك نروح لعندها حاكم المرة مسكينة وحدانية ما لها حدا؟ يلا على الحارة ثلاث. يلا يلا تفضل. الله يزيد فضلك يا رب. اعمل كيما دارك شبلي. جوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيد علي صاحبي. يا ميت اهلا وسهلا، انا شبلي من الشام. متشرفين. مرحبا بك كمان. اباه استشهد في ميدان الشرف ودورك راه كي وليدي. تشرفنا. تشرفي. اقعد يا شبلي. تفضل تفضل. نصيرة. نصيرة يا بنتي وجدي العشاء لضيفنا الجديد. ما في داعي تعذبوا حالكم سيدي بعلام. لا 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 ما في حتى عذر. انت راك ضيفنا وما كان حتى شيء. الله يديمك ويخليك. الله يعيشك. كيف الصحة ان شاء الله بخير؟ والله الحمد لله. الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا قال لهم قدرتها سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وأورثنا الأرض نتبع الجنة. شكر الله وسعيك. شكر الله وسعيك.
عليكم السلام. نتبوأ من الجنة حيث نشاء زيدوا. الحمد لله. الحمد لله. زيد الشبلي. الحمد لله. إن شاء الله بالأفراح يا سيدي أبو علام. بتحرير الجزائر يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله يا بدي إن شاء الله. أسلم دياتك يا حجي. والله من زمان ما أكلنا هيك أكل طيب. صحتك وليدي. مرحبا بك في دارك وفي بلادك. والله يجعل لقانا مبارك يا شبلي يا وليدي. الله يخليك يا سيدي أبو علام. هي ما لحناكم وأكلنا من أكلكم وإن شاء الله بتعتبروني واحد منكم. قل لي سي شبلي، معلش، على كل حال مرحبا بك. كأنه كان في بتمك حكي. عدم المؤاخذة يا شباب، أنتم ما بتعرفوني، فمن حقكم تسألوني، وأنا من واجبي أني جاوب على أي سؤال تسألوني إياه. لا لا يا وليدي، ما ركش مجبر تقولنا كل شيء، وحياتك الخاصة ما عندنا حتى حق ندخل فيها، والأشياء اللي تهمنا رك عارفوا شيء. بس يا سيدي أبو علام، أنا حياتي مرتبطة ارتباط كبير بوجودي هون بيناتكم، وأنا سبق وحكيت لك قديش كان حلمي من زمان أنا وتمر حنة إنه نجي على الجزائر ونشارك بالثورة الجزائرية ونشوف جميلة بوحريد. يمكن الشباب عم بيقولوا بقلبهم مين هي تمر حنة. أنا رح أحكي لكم قصتي. ليلة القدر خير من ألف شهر. يا أخي الله يكون في عونك. أهل الشر هذوك راهم موجودين في كل مكان. وربي إن شاء الله يكون مع تمر حنة. راني متأكد باللي ما راكش وحدك المتضرر في هذه القضية. أنا يظهر لي باللي المسكينة تمر حنة راهي تعاني أكثر منك الآن. أنت على الأقل هذه القصة أعطت لك فرصة بس تحقق جزء من أحلامك وتجير الجزائر. أما هي المسكينة الله غالب. يا لالا ديري لنا قهوة. ديري. لا لا دير التاي، على خاطر الشاميين يحبوا يشربوا بزاف تاي. ديري تاي ولا الشاي كما يقولوا هما في خاطر خونا جديد. كامل نشربوا الشاي اليوم يا سيدي. عمي بعلام، عدم المؤاخذة إذا ما فيها سئلة، أنا حابب أعرف معلومات عن واقع الثورة الجزائرية، لأنه أنا كل شيء بعرفه عن طريق الأخبار. والشيء الأهم أني أنا حابب أعرف معلومات كتير عن جميلة بوحريد. عندكم الحق كي تفتخروا بجميلة بوحريد، على خاطر بطلة نتاع الصح وتستحق كل تمجيد، وأسمها ماهوش معزول على الثورة، هي تمثل كل جميلات الجزائر، وربي يعلم شحال كاين منهم. ونصيرة كمان. ونصيرة شحال كاين منهم، بزاف يا وليدي بزاف. الله بحيي كل بنات وكل رجال الجزائر. الله يعيشك. الله يسلمك. تصبحوا على خير، وانا صار لازم امشي. وين تمشي يا وليدي وين؟ خلص بدي روح نام. لا 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 لا، اليوم راك ضيفنا، وغدوه ان شاء الله تروح للحمام تجيب حوايجك وتديهم للحانوت، راه كاين سرير ثم. على كل حال تسمح لنا، عاداتنا وتقاليدنا ما تخليناش يعني. لا تبرر لا تبرر عمي ابو علام، كلياتنا عرب وعاداتنا مثل بعض. بارك الله فيك يا وليدي، بارك الله فيك. يلا تصبحوا على خير. لا لا، حتى تشرب التاي قلت لك. هيا وين التاي؟ سبحان الدائم لك روحي. يا باطل يا باطل على شبلي، ما بدي اضرب الخبريه ايش بده يصير فيه. لك شو الحكي لك؟ ايش هذا اللي عم تحكي؟ ما هو سبب موتت لك روحي. لك الا شبلي ولا 100 واحد بيقدر ياخذ روح بني ادم اذا مو خالص عمره. ما اختلفنا بهذا الحكي، بس يعني غيابه عنا هو سبب له الاوجاع. لك اخي عمره خالص، الله يرحمه. عمره خالص ما بجوز عليها الا الرحمه، بس والله بحظي مالي عند احمد مسكين، شلون بده يدبر حاله لحاله وحداني ما يعرف. صعشت مالي عفوا. يا ابو ماضي اللي خلقه ما بينساه. ايه مزبوط يا سيدنا، ما اختلفنا، بس بهالسن هذا
لا أب ولا أم ولا أخ ولا حدا. يا أبو ماضي ليش شبلي راح يضل طول عمره غاطت عن الحارة؟ آخر المطاف بده يرجع بإذن الله. والله ما لي زعلان غير على المسكين أحمد. أحمد شاب يعتمد على حاله، بعدين أهل الحارة ونحن راح نكون معه يا أبو ماضي، توكل بالله. لا إله إلا الله. يلا يا شبلي يلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. نصيره وش جابك؟ خرجتي بكري من الخدمه؟ الطبيب خرج بكري، قلت شنو قاعد ندير في العياده؟ بديت نشوفك شنو تحتاج. بعدا لقيتيني رايح مع الشبلي نوري له محلات القماش. وجابك ربي روحي معها بنتي، انا نعاود ندخل. معليش. تفضل. لا والله ما بصير، تفضلي انت. شبلي رد بالك. ولو. تفضلي تفضلي. حضرتك تشتغلي ممرضة عن طبيب جزائري؟ لا، فرنساوي. فرنساوي؟ المهم الناس اللي تعالج عنده جزائرية. أيوه. بس يا عزمة صلي على النبي، دعي لها الله يرحمها يا أختي. اللهم صل على سيدنا. الله يرحمها. يجيب لنا تياب غير هدول نهرب فيهم. طيب امتى رح يجيبه؟ يومين بالكتير. جيبت التياب ما بدك للوقت. والله بعرف جيبت التياب وتفويتتها لهون ما بدها وقت، بس طلعتنا من هون بدها استمخاخ وبدها تخطيط لك. يعني فهمني امتى رح نكون برات القلعة؟ اللهم طولك يا روح. فرقة زودة يومين ثلاثة شباك. طب ما نمتوا انتوا اثنين؟ لا تضرب منك لألو. ما بين شي بس خايف يا أخي. وعدني الزلمة إنه ما بنطول. وشو بيحتاج أحمد من اليوم وطالع من عيني هي أبدا؟ ومشان المنام يا عمي، إذا بتتوخش لحالك كافة مصانعي ومشاغلي فيهن عمال وبيناموا هنيك. مصانع مخدمة وعلى 24 إيه. والله يا باشا من ناحية المنامة والمعيشة أحمد رح يعيش عنا بالبيت، ساروا بسار ولادي. أنا ما همي لا النومة ولا العيشة، همي يرجع أخي شبلي وبس يا خالتي. أنا متابع شغلة شبلي عمي أحمد، وسمعت بإذنك شو قال العقيد جابر يوم المولد. لا تكلم يا أحمد، كلياتها أسبوعين ثلاثة بيرجع شبلي، ولبين ما يرجع بتقعد عنا بالبيت مع أولاد خالتك عدنان وعايدة. ما بدي عيش عند حدا، بدي ضل بالبيت. اه يا خالتي شلون بدك تضل لحالك بالبيت؟ بدي ضل لحالي. لا يا توبرني، طب ما بتخاف لحالك؟ من شو بدي خاف؟ شو من شو لك خالتي؟ شو من شو؟ ما بصير واحد قدك يقعد لحاله بالبيت، ما بصير الحكي يا امي، ما بصير. عمي احمد ما بصير تضل لحالك بالبيت. لكن عمي لكن ما بصير تقعد لحالك،
معلش ابو حميد، عود هالاسبوعين ببيت خالتك، بركي ان شاء الله لوقتها بيكون رجع شبلي. خلص خالتي، ساعتها بتعيش انت وياه. وانا من نهار بكره راح اشدد على معارفي ضعف البحث عن شبلي. هذا الشوفير عميد، روح عمي عدنان انه يستناني شوي. روح يا عمي. يا ريت احمد اجى معنا. ما شفتي يا بابا قديش حاولت اقنعه، هو ما رضي. راسه عنيد الله يصلحه. الدقيق متنام عنده على طول ابي؟ لا لا، شو على طول يا ابي، مو على طول، بس لبين ما يخلص العزاء. بعدين شبلي اذا ما رجع بدي احاول اقنعه لاحمد يقعد معنا هيك لحتى يكبر ويصير يعتمد على حاله. يا ريت خالتي ما ماتت. لا يا بابا، لا ما بيجوز الحكي، ما بيجوز، هي اراده الله، هيك ارادته. يلا بابا، يلا حباتك، كل واحد على غرفته. عنهم بابا، يلا. صحيح، واش راكم صافا؟ لاباس بيان. اسمع شوف، غدوة على الخمسة كيما تفهمنا بالك تنسى. بصح وانا هنا نلقاه هنا. شوف على الخمسة غدوة لحد ما يخدموش هو يجيب الكل تاعو ويخرج يطرق قدام طار كيما تفهمنا. سمعت؟ خلاص بالك تنسى. انت رد بالك مليحة، كي تكملها تجيبها للدار ولا يحكموك. هاي عيني ميتة. ما شفت مريت ها؟ ميتة. اتكلوا على ربي. تحية الجزائر. تحية الجزائر. من بكرة راح نفتحوا بالموضوع. وهل وافقت إفندي ما بديعة بهذا الشيء إفندي ما فيروز؟ مي بيان سور، شو مفكرتيني يعني عم ألف من عندي يا حياتي؟ نحن نسأل إفندي ما فيروز، نحن نسأل يا تار. يعني رح تعملي مثل ما عم قلك ولا لا؟ معلوم نحن معكم إفندي ما فيروز، معلوم؟ إيه بس بأسرع وقت، قبل ما مدام تمرحني تشفط كل شيء. كاين دلة هادي. هادي دلة عالش راها بشبلي. وشنو؟ افتح حبيبة شوف لي عفي خير. شراها شبلي؟ ممكن نشوفوا هذا الدلاعة اللي شريتها انت يا بطيخة كما تقولوا لها انتم. اي بطيخة لحنا مريح. بسم الله نطبعها ونشوف قبل ما نفتحها. لا 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 مازال حتى نذوق. في هذه الحالة منه وجاي انت اللي تعود تشري البطيخ دلع كيما نقولوا احنا. والله غير تقول عسل، والله غير تقول عسل، والله
صحة وهنا. الله يسلمك يا عيشك وليدي. يلا شباب جاهزين يا سرعة. عاملين هالجمعة وجايبين على الغدا مشان تهزوا بدني وتفتحوني بسيرة سابع لأوانها أنت وهي وهي. بصراحة يا باشا، لأنك لما تجوزت تمرحني انقلبت 180 درجة، ما عدنا شفناك إلا بالصدف، ولما طلعت حبلي ما عدنا شفناك إلا بالغصب.